أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يحدث في ميناء السخنة يعد معجزة هندسية حقيقية. وخلال مؤتمر صحفي في ختام جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار مدبولي إلى أن ميناء السخنة سيكون من أهم الموانئ العالمية بما يمتلكه من إمكانية ومناطق لوجستية. يحصل في ميناء السخنة النهاردة هو معجزة هندسية حقيقية. احنا بنتكلم على ميناء هيكون ان شاء الله من اكبر الموانئ على مستوى العالم، مش بس في المنطقه بتاعتنا، بنتكلم على 18 كيلو اطوال ارصفه عشان تخدم كل اغراض عمليات النقل واللوجستيات. والاهم الحقيقه ان النهارده واحنا بنشتغل وبنخلص الميناء بيتم بالتوازي معاها التعاقد مع اكبر شركات في العالم للشحن وتجاره الحاويات، وبيدخلوا معانا وبيستلموا الأرصفة والمناطق المختلفة اللي موجودة في الميناء علشان إنهم يبدأوا على طول التشغيل. يعني إحنا بنبني الميناء وبننشئه وفي نفس الوقت بالتوازي معاه بيتم تشغيله على طول. الأهم زي ما حضراتكم تابعتوا إن الميناء مش فقط الميناء ولكن المناطق اللوجستية اللي معاه، ومن أول لحظة أيضا الميناء بيتم التخديم عليه بشبكة متكاملة وعلى أعلى مستوى من الطرق وشبكة سكة الحديد. وهنا أنا بتكلم على السكة الحديد حاجتين، السكة الحديد الطبيعية اللي هو قطارات الديزل، وكمان القطار السريع الكهربائي اللي هيبقى موجود وبيخدم على المحور اللوجستي الأكبر اللي احنا كمصر بنقول ان ده هيبقى هدية مصر للعالم، اللي هو من ميناء السخنة الى ميناء اسكندرية، وان هو يقدر ان هو يطلع كمان لغاية العالمين ومطروح.